مرحبا بكم وإلى نشرة الأخبار. أصدر صاحب سمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة حفظه الله بصفته حاكما لإمارة أبو ظبي مرسوما أميريا بتعيين سعادة اللواء مكتوم علي الشريفي مديرا عاما لشرطة أبو ظبي. يذكر أن اللواء مكتوم الشريفي شغل منصب مدير عام شرطة أبو ظبي بالإنابة منذ فبراير من العام الجاري. أطلق صاحب سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله الحملة الوطنية لتوثيق المسيرة بهدف دعوة أبناء المجتمع للمشاركة في إنشاء مجموعة المقتنيات الخاصة بمتحف الاتحاد استعدادا لافتتاحه وتزامنا مع احتفالات اليوم الوطني في شهر ديسمبر المقبل. وأكد سموه أن تاريخ دولة الإمارات هو أغلى ما نملك وأن التزامنا نحو الوطن يجب علينا جميعا المشاركة في الاحتفاء بهذا التاريخ وصون إرثه والحفاظ عليه للأجيال القادمة ليكون ذخرا تراثيا وثقافيا لهم وحافزا لمواصلة ما بدأه الآباء من عمل جاد أقاموا به أسس دولتنا وأرسوا به ركائز مجدنا. استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في قصر البحر عددا من دفعات موظفي ديوان ولي عهد أبو ظبي الذين شاركوا في بعض المهمات والواجبات الوطنية والإنسانية لقواتنا المسلحة في جمهورية اليمن الشقيقة. رافق موظفي الديوان خلال اللقاء سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبو ظبي وسعادة محمد مبارك المزروعي وكيل الديوان وسعادة جبر محمد غانم السويدي مدير عام الديوان. وأشاد صاحب سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بالجهود التي يبذلها أبناء دولة الإمارات في تقديم الدعم الإنساني وتنفيذ مختلف المهام ضمن قوة الواجب العاملة في اليمن، معربا سموه عن فخره واعتزازه بأبناء الوطن الذين يثبتون في كل مرة وفي كل المواقع كفاءتهم وقدرتهم وتفوقهم في كافة المهام والواجبات الوطنية. وأضاف سموه أن دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وبفضل الله تعالى أوجدت نموذجا متميزا من شباب الوطن القادر على تحمل المسؤوليات الجسام ومواجهة مختلف التحديات، وهذا ولله الحمد بفضل الركيزة الأساسية التي تعتمد عليها الدولة في تطورها وتقدمها وتميزها وهي العنصر البشري والكفاءة الوطنية المؤهلة والمدربة التي تؤمن بقيم الوطن والتضحية لأجله ورفع رايته في كافة الميادين. من جانبهم أعرب موظفو ديوان ولي عهد أبو ظبي المشاركين في عدد من مهام قواتنا المسلحة عن سعادتهم وفخرهم في أداء الواجبات الوطنية في مختلف المواقع مؤكدين استعدادهم الدائم في تلبية نداء الواجب على مختلف الأصعدة ومشيرين إلى أن هذه التجربة المتميزة أضافت لهم الكثير من الخبرة والممارسة من خلال معايشة الواقع والمشاركة بالقرب من حماة الوطن وهم يؤدون واجباتهم الوطنية المشرفة في نصرة الشقيق وإعانة المحتاج. حضر صاحب سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة عصر اليوم حفل الاستقبال الذي أقامه معالي محمد سعيد الباد الظاهري بنادي ضباط القوات المسلحة في العاصمة أبو ظبي، وذلك بمناسبة زفاف نجله خالد إلى كريمة المرحوم محمد هلال علي الظاهري. كما حضر الحفل عدد من الشيوخ وكبار المسؤولين في الدولة والمدعوين وأقارب وأهل العروسين. اطلع صاحب سمو الشيخ سعود بن راشد لمعلى عضو المجلس الاعلى حاكم ام القوين اليوم وبحضور سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد لمعلى ولي عهد ام القوين على خطط وبرامج وزاره الدوله لشؤون التعليم العالي خلال المرحله الحاليه والمقبله في ظل التطورات التعليميه واستراتيجيه التعليم العالي.
جاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو حاكم أم الجوين بالديوان الأميري معالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بلهول الفلاسي وزير دولة لشؤون التعليم العالي. حضر المقابلة الشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلى نائب رئيس المجلس التنفيذي لأم الجوين والشيخ محمد بن سعود بن راشد المعلى رئيس مجلس أمناء جائزة راشد بن أحمد المعلى للقرآن الكريم والثقافة الإسلامية والشيخ عبد الله بن سعود بن راشد المعلى وسعادة ناصر سعيد التلاي مدير الديوان الأميري وسعادة راشد محمد أحمد مدير التشريفات. ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة صباح اليوم اجتماع المجلس التنفيذي وذلك في مكتب سمو الحاكم. ناقش الاجتماع عددا من الموضوعات الهامة المتعلقة بتطوير سير العمل الحكومي وتقديم أفضل الخدمات والمبادرات الحكومية التي تخدم جميع المواطنين والقاطنين على أرض الإمارة. وبعد التصديق على محضر الجلسة السابقة رفع المجلس أسماء آيات الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة على مبادرته الكريمة والأبوية بمنح الأئمة والمؤذنين على الملاك المحلي لدائرة الشؤون الإسلامية بدل طبيعة عمله، وذلك لتوفير سبل العيش الكريم لهم وتقدير لدورهم في خدمة المجتمع. وأصدر المجلس القرار رقم 35 لسنة 2016 بتعديل اللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة 2015 بشأن الموارد البشرية للإمارة لمنح الأئمة والمؤذنين بدل طبيعة عمل، حيث نصت المادة 1 للقرار على أن يضاف المادة 22 من اللائحة التنفيذية بند رقم 5 ويقرأ كالتالي: يمنح الأئمة والمؤذنين العاملين على الملاك المحلي بدائرة الشؤون الإسلامية بدل طبيعة عمل مبلغ وقدره 3000 درهم شهرياً لكل منهم. وضمن توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي في توفير الحياة الكريمة للمواطنين والمسكن الملائم بما يسهم في توفير الاستقرار الأسري والسكني للمواطنين، اعتمد المجلس الدفعة الثالثة لسنة 2016 للمستفيدين من الدعم السكني لفئتي القروض والمنح، حيث أشار سعادة المهندس خليفة مصبح الطنيجي رئيس دائرة الإسكان إلى أن الدفعة الثالثة تضم 542 مستفيداً ممن استوفوا شروط الاستحقاق لمختلف أغراض المساعدة في مختلف مدن ومناطق الإمارة. وضمن ما استجد على جدول أعمال الجلسة، طلع المجلس على جدول أعمال الجلسة الثانية لدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي التاسع للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة والتي ستعقد يوم الخميس، كما واطلع المجلس على عدد من المراسيم الصادرة من صاحب السمو حاكم الشارقة. أطلق سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي حزمة من الخدمات والتطبيقات الذكية خلال زيارته اليوم معرض جيتكس 2016. وقام سموه يرافق معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد بإطلاق 10 خدمات عبر تطبيق بوابة الموردين الذكية الخاصة بدائرة المالية، والتي تهدف إلى تمكين الدوائر المحلية من طرح الممارسات والمناقصات التجارية من خلال نظام إلكتروني موحد، حيث يوفر الوقت والجهد وإتمام إجراءات طرح المناقصات واستقطاب العروض وتقييمها بجانب إنشاء العقود وإدارتها أو إدارتها عن طريق أتمة جميع الإجراءات المتعلقة. وقال سموه إن إطلاق خدمات بوابة الموردين الذكية يجسد الجهود التي تبذلها الإمارة وسير بخطى واثقة نحو تحويلها إلى مدينة ذكية متكاملة. أكد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات للهوية، أكد أهمية الاستمرار في تطوير المواصفات التي تتميز بها بطاقة الهوية وتعزيز ما تتضمنه من إمكانات تقنية للوصول إلى مرحلة تجعل منها البطاقة الوحيدة التي تعتمد عليها مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص في تقديم خدماتها والوسيلة التي تسهل حياة المواطن والمقيم وتمكنه من الوصول إلى الخدمات بسرعة وسهولة. جاء ذلك خلال ترأس سموه الاجتماع الثالث لمجلس إدارة الهيئة العامة أو لعام 2016 والذي عقد اليوم في ديوان ولي عهد أبوظبي. تم خلال الاجتماع استعراض واقع المشاريع التي تنفذها الهيئة ومعدلات الإنجاز في كل منها حتى بداية شهر أكتوبر الجاري.
ووجه سموه بالاستفادة من كافة الأنظمة التي تساهم في التسهيل على متعاملي الهيئة وتبسيط الخدمات المقدمة لهم، وبما يمكنهم من الحصول عليها بأقل عدد من الخطوات وخلال أقصر وقت ممكن وبأعلى مستويات الجودة، لتظل الهيئة في مقدمة المؤسسات المتميزة في إسعاد المتعاملين وتحقيق رضاهم لتواصل مسيرتها نحو الارتقاء بخدماتها على مستوى 7 نجوم. وناقش مجلس الإدارة خلال الاجتماع مقترحاً بشأن تطبيق خيار الدفع بالدرهم الإلكتروني والبطاقة الائتمانية في خدمات الهيئة، وقرر أيضاً تطبيق منظومة الدرهم الإلكتروني في مراكز الخدمة لتحصيل الرسوم أسوة بالهيئات والوزارات الاتحادية. كما وطلع المجلس خلال الاجتماع على تقرير حول نسبة تنفيذ ميزانية الهيئة لعام 2016 حتى 6 أكتوبر الجاري وخطتها للنفقات التشغيلية التقنية، وناقش عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها القرارات المناسبة. وما استجد من أخبار، استقبل سمو الشيخ الزعب بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي في ديوان ولي عهد أبو ظبي كلا من معالي محمد بن عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل ومعالي عهود بنت خلفان الرميثي وزيرة الدولة للسعادة ومدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء. استمع سموه خلال اللقاء إلى لمحة وافية عن الجيل الرابع من منظومة التميز الحكومي التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، ولتطوير الأداء الحكومي. اطلع الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في مكتبه بمبنى الوزراء أمس على نتائج جهود لجان وفرق عمل وزارة الداخلية المشاركة ضمن اللجان المشتركة لإعداد التمرين الأمني المشترك للأجهزة الأمنية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أمن الخليج العربي واحد والمقرر تنفيذه بمملكة البحرين الشقيقة. أعرب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية عن ارتياحه من نتائج التنسيق والعمل المشترك بين لجان وفرق العمل في وزارة الداخلية بدول المجلس والاستعدادات الجارية لتنفيذ التمرين والمراحل التي تم إنجازها، مؤكدا على أهمية العمل والتعاون المشترك بين الأجهزة الأمنية في دول المجلس لتوحيد المفاهيم وتحقيق أهداف وتطلعات قادة دول مجلس التعاون وشعوبها نحو الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة. استقبل معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة وتنمية المعرفة نجوم وفناني الخليج المشاركين في الدورة الثالثة من مهرجان السينما الخليجية الذي تنظمه وزارة الثقافة وتنمية المعرفة أمس بقصر معالي في العاصمة أبوظبي، وذلك تقديرا لدورهم ومكانتهم في مجال الفن السابع. أكد معالي خلال اللقاء أن فنون الصورة أصبحت تؤثر بشكل كبير في الوجدان المجتمعي، داعيا فناني الخليج إلى تقديم أعمال إبداعية مبتكرة ترتكز على البيئة الخليجية والتراث والتقاليد الخليجية، متمنيا لهم جميعا مزيدا من التوفيق والنجاح. من جانبهم عبر نجوم الخليج عن اعتزازهم بدعوة معالي الشيخ نهيان للقائهم واهتمامه بما يقدمونه من أعمال ورعايته أيضا لفعالية الدورة الثالثة من مهرجان السينما الخليجية، مؤكدين أن كلمته أمس الأول في افتتاح المهرجان قدمت رؤية متكاملة عن المشهد الفني في الخليج وأفاق تطوره، وهو ما يدل على إيمانه بدور الفنون والثقافة في تطوير المجتمعات وأثرها في الوعي الجمعي للمجتمعات والشعوب. دعت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة أم الإمارات حفظها الله إلى إطلاق حملة تضامن من أجل المساواة بين الجنسين، يشارك فيها مسؤولون من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ورؤساء جامعات وأوساط أكاديمية ورجال أعمال من القطاع الخاص،
لحث المجتمع على إفساح المجال للمرأة لتأخذ دورها الطبيعي في العمل والإنتاج ومشاركتها في تقديم أو تقدم ونهضة البلاد. وقالت سموها حفظها الله في كلمة افتتحت بها مكتب الأمم المتحدة للمرأة بمقر الاتحاد النسائي في العاصمة أبوظبي مساء اليوم، قالت: إننا نأمل أن يؤسس هذا الحدث لحقبة جديدة من التعاون بين الأمم المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي في مجالات تمكين المرأة كافة. أحبطت شرطة أبوظبي محاولة تسويق وتهريب أو تسويق وتهريب آثار جلبها 3 أشخاص من الجنسية العربية من الخارج حاولوا تسويقها داخل الدولة. أكد العميد الدكتور راشد بورشيد مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية في شرطة العاصمة أبوظبي أنه بعد التحري تم متابعة ورصد تحركات المجموعة والتأكد من امتلاك أفرادها لقطع أثرية عبارة عن مخطوطات وخناجر وأحجار كريمة وعملات نقدية قديمة حاولوا بيعها بمبالغ مالية عالية. وأشار إلى أن فرق التحري تمكنت من الإيقاع بأفراد العصابة في أحد الفنادق في العاصمة وتم تحريز المضبوطات والقبض على المجموعة وإحالتهم للتحقيق حسب الإجراءات القانونية المعمول بها. وأوضح العميد بورشيد أنه بالتحقيق مع المتهمين اعترف أحدهم بأن هناك بعض المقتنيات الأثرية الأخرى مودعة لدى شخص آخر حيث يتم أو تم ضبطه واستجوابه، وسلم ما لديه من قطع أثرية مطابقة لما أدلى بها المتهم الأول وتم تحريزها وإضافتها إلى المضبوطات. وقال إن تسويق وترويج الآثار يعتبر مخالفة صريحة تعرض المتورطين فيها للمساءلة القانونية المنصوص عليها في قانون العقوبات وتحريز المقتنيات التي يتم ضبطها وتحويلها أو تحويلها إلى الجهات المختصة، فضلاً عن أنه يعد تعدياً على ممتلكات وإرث حضاري إنساني تحميه القوانين والأعراف الدولية. وأضاف أيضاً أن شرطة أبوظبي تتابع وتلاحق كل من يحاول الترويج لمثل تلك المقتنيات وبأي صورة كانت، والعمل على ضبطهم ومصادرة المقتنيات التي بحوزتهم حسب الأصول المتبعة. وأكد أيضاً أن شرطة أبوظبي تمتلك الإمكانيات البشرية المؤهلة لمتابعة وشبكات ومجموعات تهريب الآثار وضبطها والتعرف على نوعيتها باحترافية عالية. في شأن اليمني، أعلن إسماعيل ولد الشيخ أحمد المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن خطة لاستئناف وقف شامل لإطلاق النار في اليمن. ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية عن المبعوث الخاص بيانه الصحفي الذي أصدره الليلة الماضية، وأوضح فيه أنه تلقى تأكيدات من الأطراف اليمنية كافة بالتزامها بأحكام وشروط وقف إطلاق النار المؤرخ في 10 أبريل لهذا العام، والذي سيسري مرة أخرى واعتبارا من مساء غد الأربعاء الموافق 19 أكتوبر الجاري لمدة 72 ساعة قابلة للتجديد. ودعا المبعوث الأممي الأطراف اليمنية والإقليمية والمجتمعية أو المجتمع الدولي كافة لتشجيع الاحترام الكامل لوقف إطلاق النار والعمل على أن يفضي ذلك إلى نهاية دائمة للنزاع في اليمن. اقتصادياً، أنهى المؤشر العام لسوق أبوظبي تعامل جلسة اليوم الثلاثاء على أول ارتفاع بعد تراجعات استمرت لخمس جلسات متتالية مدفوعاً بصعود كل من العقار والبنوك على غرار سوق دبي المالي الذي أنهى هو الآخر تعاملاته اليوم على أول ارتفاع بعد تراجعات استمرت لخمس جلسات متتالية مدفوعاً أيضاً بصعود كل من العقار والبنوك. أما الآن ننتقل بكم إلى آخر إغلاقات السوق المحلية لليوم. نتابع الآن درجة الحرارة العظمى والصغرى لليوم.
نهاية النشر، أشكركم لحسن المتابعة وبنلقاكم على خير بإذن الله.